هنتكلم دلوقتي على تحديد طريقة حسابات أو اختيار الكراسي الأنتي فريكشن بيرنجز. في الأول عايزين نحدد ما يسمى بالستاتيك لود كارينج كاباسيتي، اللي هو قابلية أو مدى الحمل اللي بيشيله أي كرسي. يعني لو جبت كرسيين، أتوقع لو جبت كرسيين رومان البيلي مثلا رولينج دي اليمنتس بتاعتهم بولز، والاثنين انتي الاثنين ديب جروف بول بيرنجز، واشوف الاثنين هلاقي باحجام مختلفه، هلاقي ان كل واحد منهم بيكون ليه، اتوقع ان كل واحد بيكون ليه هيكون ليه حمل معين ممكن يستخدمه، بمعنى ان لعمود معين ممكن يبقى واحد مظبوط والتاني مش مظبوط او غير سليم في الاختيار. وبالتالي لازم الاول نعرف ايه هي بالنسبه للكرسي نفسه، ايه هي الحاجات اللي بتاثر او العوامل اللي بتاثر في الكباستي بتاعته انه يشيل حمل. العوامل دي بتتلخص في اول حاجه عرض الكرسي اللي هو البيرنج ويدث، وحجم الكور نفسها البول سايز، وعدد الكور، وعدد الاصفوف بتاعت الكورس يعني النمبر اوف روز، و البيرنج ديزاين نفسه شكل البيرنج معمول ازاي، بمعنى هل هو ديب جروف، هل هو سيلف الاينمنت، هل هو انجلر كونتاكت. كل الحاجات دي طبعا تعتبر من الفاكتورز المؤثره في اللود كارينج كاباسيتي. في الواقع في معادله واحد اسمه سترايك بيك عاملها، المعادله دي بتقول ان السي نوت بيساوي كي زد دي تربيع على 5، ده بالنسبه للكراسي الرومات البلي اللي هي الكور او اذا كانت رولرز، او اذا كانت رولر فبتبقى سي نوت بتساوي كي في زد في دي في ال على 5 بالنسبه للرولر بيرنج. بالنسبه للتيبر هنلاقي بس بيختلف فيها حاجه بسيطه اهو، حيث بس في الاول نعرف ان كده كونستانت الزد دي النمبر اوف رولينج اليمنتس عدد الكور او الرولرز، الدي ده القطر بتاع الكوره او القطر بتاع الرولر، وال ده طول بالنسبه للرولر ده طول البلحه نفسها، احنا بنسميه الرومانات البلي البلحيه. الاحظ حاجه ان دي هي ده بالنسبه للرولر ده دي هي القطر بتاعه واللي هو طوله. لو كان هو تيبر فبيبقى الليل هو طول المخروط، والدي بيبقى قطر الايه المتوسط. المعادلات السابقه دي برضو ليها شكل تاني اللي هو سي نوت بيساوي اف نوت في اي في زد في دي تربيع كوساين الفا، حيث الالفا دي اللي هي الزاويه بتاعه التحميل، اللي هو بالنسبه يعني زي ما احنا شفنا قبل كده لقينا ان الحمل هو بيتحرك من العمود للانر ريس للكوره للاوتر ريس بياخد مسار معين، المسار ده بيبقى خط مائل على الاتجاه الراسي او على الخط بين التو سنترز بتوع الكورتين اللي قصاد بعض في المقطع اللي احنا بنرسمه. الزاويه دي احنا بنسميها زاويه اللود او زاويه التحميل، واف نوت ده فاكتور بيتجاب من بعض الايه المعادلات وليه قيمه ايه معينه، والاي دي برضو بتحدد لي عدد الصفوف، يعني اذا كان الكور دي في صف او في اكتر من صف. هنتكلم دلوقتي على تحديد الاستاتيك ايكوفالنت لود اللي هو البي نوت، والمقصود بكلمه الاستاتيك ايكوفالنت لود اللي هو اللود المكافئ اللي يمكن للكرسي او اللي متولد على الكرسي نتيجه الاكسترنال فورسز. ايه الاكسترنال فورسز اللي موجوده على الكرسي؟ على الكرسي بيبقى عليه نوعين من القوى، اما عليه راديال فقط واما عليه راديال واكسيال، واما عليه اكسيال فقط. يبقى دي هما نوعين من القوى ممكن تواجده في ثلاث صور، اما كل واحده منها لوحديها او الاثنين مع بعض، هما دول الثلاثه فاكتورز اللي بتقول. احنا من هذه القوى بنجيب منها ما يسمى بالستاتيك ايكوفالنت لود اللي هو البي نوت، والبي نوت بيساوي اكس نوت في اف ار زائد واي نوت في اف ايه.
حيث الاكس نوت ده احنا بنسميه الريديال فاكتور، ده بمعناها ده بمعنى ان ده فاكتور بيخص لي القوة في الاف ار، والواي نوت قوة بتاعت الثرست فاكتور في الاتجاه الاكسيال، والاف ار والاف اي ده الريديال لود والاكسيال او الثرست لود على الترتيب. طبعا عادة لو العمود بتاعي افقي اللي هركب فيه الكراسي دي هي، فبيكون الاف ار دي هي القوة الفيرتيكال، القوة الرأسية اللي احنا بنسميها في الواي دايركشن يعني، والاف اي دي اللي هي القوة الهوريزونتال او في الاكس دايركشن. قيم الاكس نوت والواي نوت دي بتبقى موجودة في جداول زي الجدول اللي هيظهر قدامنا دلوقتي، ونلاحظ ان الجدول ده هو نبص فيه نلاقي ان قيمة الاكس نوت والواي نوت لما عشان نعينها احنا لازم بنعينها طبقا لحاجات معينة. اول حاجة نوعية الكرسي، هل هو ديب جروف ولا انجلر كونتاكت ولا سيلف الاينمنت. بالنسبة لانجلر كونتاكت طبعا في منه بيبقى الزاوية اللي بتحرك عليها الحبل اللي هي الفا اللي هو البريشر او اللود لاين، بتبقى ممكن 20 25 30 35 40 درجة مع الخط الرأسي. والسيلف الاينمنت ده النوع الثالث طبعا حسب ما اذا كان هو سنجل رو او دبل رو قيمة الاكس والواي ايه بتتغير. ولازم نلاحظ حاجة ان دائما وابدا لازم هيطلع لي البي نوت اللي هو الاكوفلنت لود كار الاكوفلنت لود ده لازم هيكون اكبر من او يساوي قيمة الراديال لود، ودي من الحاجات اللي احنا ايه ناخد بالنا ايه منها. في معامل تاني احنا بنسميه دايناميك اكوفلنت لود سي، وده بالنسبه للكراسي مثلا، بالنسبه للكراسي اللي هو قطر البليه بتاعتها بوصه او اقل يعني 25 مل و4 مل او اقل من كده، فهي بتتجاب من معادله سي سو اف سي في اي كوساين الفا اس 7 من 10 في زد اس 3 في دي اس 1 4 من 10، حيث الاف سي ده فاكتور بتوقف على اليونتس اللي انا بستخدمها، هل انا بستخدم نظام النيوتن متر او بستخدم الكيلو بوند متر او كيلو بوند مليمتر حسب اول في نظام البوصه الانش والباوند، فده كونستنت بتوقف على الفاكتورز دهيا. وده هذا الفاكتور ده بيبقى موجود اذا كان هو السي او السي نوت بيبقى موجودين في الايه في التيبل او في الكتالوج بتاع المنتج نفسه. وبالتالي لازم الواحد لما يشتري كرسي او لما يكون هيصمم كرسي معين او هيعمل سيليكشن لكرسي لازم حسب الكرسي حسب نوعيه الكرسي لازم يختار الكتالوج بتاعه في الاختيار. يعني لو هصمم لو هستخدم كراسي اس كي اف ودي احدى الشركات واشهرها، يبقى لازم يكون انا بشتغل من الكتالوج بتاع الاس كي اف وبعمل بالحسابات بستخدم المعادلات بتاعه الاس كي اف اللي احنا ايه دلوقتي احنا هنا ايه بنستخدمها. لو بستخدم مثلا بشتغل بالفاج كتالوج الفاج فبرضو لازم استخدم المعادلات اللي موجوده في الكتالوج بتاع الفاج، وان كان المعادلات كلها بتبقى بتختلف بس بعض الايه الكونستانتس او قيم الثوابت اللي في المعادلات. احنا لحد دلوقتي احنا عرفنا ان في حاجه اسمها السبيسيفيك لود كارين كاباسيتي، الاستاتيك والديناميك اللي هو السي والسي نوت، وعرفنا حاجه اسمها الايكوفالنت لود كارين كاباسيتي اللي هو البي نوت اللي هو بيساوي اكس في اف ار زائد واي في الاف اي. لكن تحديد الكراسي بيبقى ليها عمر، العمر ده بنحدده بعدد اللفات اللي الكرسي ده قابل او يستطيع ان يلفها الى ان يحصل له فيلير وينتهي عمره. عدد لفات، عدد اللفات دي بنديها الرمز ال وبنجيبها من العلاقه سي على بي نوت اس 3، حيث سي ده السبيسيفيك لود كارين كاباسيتي وده بنجيبه من الكتالوج بتاع المنتج، والبي نوت ده الايكوفالنت لود. ولاحظ ان ال ده بيطلع لي بالمليون، يعني لو طلع الرقم 50 معناها 50 مليون لفه. الرقم لما اجيب السي على البي نوت اس 3 وطلع لي مثلا مليون وطلع لي مثلا 50 60 70 100 معناها 100 في 10 اس 6 لفه او 100 مليون ايه لفه. سي ده اللي هو سبيسيفيك لود كارين كاباسيتي ده بنجيبه من الكتالوج، والبي نوت ده الايكوفالنت ايه لود.
زي ما بنقول ان احنا لازم بنستخدم دايما المعادلات اللي موجوده في كتالوج بتاع المنتج. مثال لكده المعادله اللي قدامنا دي ال ال تساوي السي على البي نوت اس 3، دي بنلاقيها في كل كتالوجات الشركات المنتجه، ولكن ممكن نحط لها الصوره العامه بتاعتها تبقى ايه، ال تساوي سي على بي نوت اس ان، حيث ان ده بيختلف من شركه لاخرى. في شركات مثلا زي الاس كيف بيبقى 3، في شركات تانية بيبقى 10 على 3، 10 على 3 معناها 3 وثلث، وبالتالي بيختلف من شركه لشركه. ليه؟ لان هنا قيمه الفاكتور ده بيتوقف على التكنولوجي اللي الشركه بتصنع بيه، لان الشركه بعد ما بتصنع الكراسي بتاعتها بتعمل عليها اختبارات عشان تحدد اللايف بتاعتها او العمر بتاعها، وبالتالي فده بيتوقف على التكنولوجي المستخدمه، على الخامات المستخدمه، على الدقه والكواليتي كنترول المستخدم اللي هو ضبط جوده الانتاج في الشركه دي. وبالتالي اللي انا عايز اقوله ان الرقم اللي بعض الارقام الكونسيست دي زي الاسس الاس اللي قدامنا دون بيختلف من ايه، من شركه الى اخرى. ولكن احنا هنشتغل على الاس كي اف، والاس كي اف الرقم بتاعه كام؟ 3. بالاضافه كده ناخد بالنا من حاجه، ان المعادله بتاعت البي نوت اللي هي كنا احنا كتبناها قبل كده بنعدلها بعض الشيء، يعني نقول ان البي نوت يساوي الفي اكس اف ار زائد واي اف اي، زودنا له يمكن الفاكتور فيه، احنا عرفنا اكس دون ده اللي هو ايه فاكتور بالنسبه للحمل الراديال، والواي فاكتور بالنسبه للحمل الاكسيال. الفي ده احنا بنسميه روتيشن فاكتور. الفي ده بياخد الرقم واحد لو كان العمود بتاعي بيلف، لو كان العمود بتاعي ستيشنري ثابت ما بيلوش حركه، يعني كرسي على عمود او على اكس، والاكس ده ثابت ما بيلفش يعني مفيش حركه ريلاتيف، يعني الكور بتاعتي هتبقى في حاله ثبات او الرولينج اللي بتاعتي هتبقى في حاله ثبات، فبيكون الفاكتور في ده بيبقى 1.2 ستيشنري، يعني في حاله الستيشنري شافتس بيبقى 1.2. بمعنى او نفهم من كده ايه، نفهم من كده ان لو الكرسي بتاعي ثابت فالحمل الايكوفلنت اللي انا بجيبه بقى اعلى من لو كرسي متحرك، ودي ليها معنى، لان الكرسي لو ثابت معناها ان في جزء يعني الكرسي لو ثابت في وضع معين ما بيلفش، معناها الرولنج اللي بتاعت في وضع ثابت معناها ان جزء منها بيبقى متحمل الحمل والباقي التاني ما عليهوش الحمل. يعني مثلا لو كرسيين والعمود، العمود الاكس بتاع فاضع الافقي، فقوة الريديال جايه من فوق لتحت او من تحت لفوق، هلاقي ان الكور اللي فوق وتحت خالص على الكرسي هم بس اللي شغالين، في حين الكور التانية اللي على الجناب او اللي على باقي المحيط هيبقى مش عليها حمل، وبالتالي مش هتبقى محمله بطريقه كافيه، وبالتالي الحمل هنا بيشيلوا جزء من الرولنج اليمنت وليس كل الرولنج اليمنتس، وعشان كده احنا بنزود قيمه الايه البي نوت. دلوقتي هنتقدم الى خطوه جديده وهي عمليه خطوات اختيار الكرسي. الكرسي عشان نختاره بيمر بعدد من النقاط، اولها اول حاجه ان انا اجيب الرياكشن عند البيرنج، عشان وطبعا بجيبهم من البالانس ايكويشنز عشان احدد قيمه القوه اللي هتيجي على الكرسي دوت. يعني انا عشان اصمم بيرنج اول حاجه بيكون معروف عندي قطر العمود. طب عرفت قطر العمود او مش معروف، لازم في الاول اكون عارفه. يعني حتى لو كنت بصمم حاجه جديده يبقى لازم في الاول احسب الشافت ديامتر علشان على اساسه انا هختار الكرسي. حسبت الشافت ديامتر، تاني حاجه لازم يكون عندي الاحمال اللي مؤثره على الكرسي، والاحمال دي هجيبها منين؟ هجيبها من عمليه الاتزان اللي انا بعملها علشان اجيب الرياكشنز عشان اجيب الشافت ديامتر. يعني اذا هي الخطوه دي بكون انا عاملها وانا بحسب الايه الشافت ديامتر، وبجيب قيمه الرياكشن طبعا زي ما احنا عارفين من البالانس ايكويشن اللي هي سيجما اكس تساوي صفر وسيجما واي تساوي صفر، او سيجما الفورسز في الاتجاه اكس تساوي صفر وسيجما الفورس في الاتجاه الواي يساوي صفر، والعزوم عن باي نقطه بتساوي صفر. ودي الايه الخطوه الاولى اللي احنا لازم نعملها. الخطوه الثانيه اختار السيوتابل بيرنج تايب طبقا لحاجه معينه، طبقا لقيمه اكس اف اكس واف واي والنسبه بينهم. ازاي؟ يعني انا دلوقتي عرفت قيمه القوه في قوه راديال وفي قوه اكسل، او في قوه راديال بس او في قوه اكسل بس، خلاص دي اللي عرفتهم، وعرفت العمود بتاعي قطره 50 قطره 20 اتعرفوا دول بالنسبه ليا. طب الخطوه اللي بعد كده ايه؟ والله لو الكرسي عليه راديال فورس واكسل فورس اجيب النسبه بتاعه الراديال على الاكسل، الاكسل على الراديال، وطبقا لهذه النسبة لازم أبص للتيبل اللي احنا شفناها قبل كده اللي فيها
الكراسي موجودة في صفين، وجنب كل كرسي محطوط هل هو بيشيل الحمل الراديال بس ولا الراديال ومعاه اكسيال، واذا كان الاكسيال ده بيشيله في اتجاه او في اتجاهين، وبيشيل قد ايه اكسيال بالنسبة للراديال. في يقول لك بيشيل 7 من 10، في بيشيل 2 من 10. وبالتالي لو كانت النسبة بين الاف اكسيال على الاف راديال اقل مثلا من 7 من 10، فممكن مثلا استخدم الديب جروف بول بيرنج، واحنا عارفين الديب جروف بول بيرنج ممكن يشيل لغاية 7 من 10 راديال اكسيال فورس، 7 من 10 طبعا من الفورس الراديال. دي اول حاجة بعرفت النسبة دي، النسبة دي هتحدد لي انا اخش على انهي نوع من انواع الكراسي. دي اول حاجة. الحاجة التانية، طيب هل الكرسي دون هستخدم، هل هستخدم الديب جروف ولا استخدم غيره؟ هنا بقى الحسابات هي اللي هتقول لي، لان انا في الاول لو جربت مثلا بالديب جروف والبيرنج ولقيت ان هو مناسب، بمعنى ايه مناسب؟ ان هيديني عمر، يعني لو اخترت ديب جروف والبيرنج للقطر 50 الكرسي رقم كذا هيشيل الريديال ده مع الاكسل، لان هحسب له الاكوفلنت زي ما هتشوف بعد كده. هاجي بعد حساباتي الاقي ان اللايف بتاعه الكرسي دون مثلا طلعت صغيره، في هذه الحاله الكرسي ده ما ينفعش، لازم استخدم كرسي حمله اكبر او له مقدره على تحمل الاحمال اكبر. والله لو طلعت اللايف كويسه خلاص يبقى هو ده الكرسي ايه مظبوط. وبالتالي فاللي بيأثر لي في الطيب في نوع الكرسي هم حاجتين، هو قيمه الاف اكسيال وقيمه الاف راديال، بالاضافه لكده النسبه بين الاف اكسيال على الاف ايه راديال. ودي الفاكتور الايه الثاني. اما الفاكتور الثاني او ثالث خطوه بعد كده، ان احنا بنعمل عمليه نحسب الاكوفلنت لود اللي هو البي نوت من العلاقه اكس اف اكس زائد واي في اف واي، طبعا مضروبه الاكس مضروبه في، والفي بيتساوي 1 لو كان روتيتد، وبيتساوي 1.2 لو كان ايه ستيشنري. يعني دي من الحاجات اللي احنا ايه لازم نبقى عارفينها وناخد بالنا ايه منها كويس. ولاحظ طبعا ان قيم الفاكتورز للاكس والواي دي بتعتمد على طبعا نوع الكرسي زي ما شفنا في الجدول قبل كده، الديب جروف غير الانجلر كونتاكت غير السيلف الاينمنت، والكرسي اللي صف غير الكرسي اللي فيه صفين من الرولينج اليمنتس. بالاضافه لكده بحدد قيمه السبيسيفيك لود كارينج كاباسيتي سي نوت من الايه من الكتالوج بتاع الشركه المنتجه. وانا هنا بحدد لما باجي احدد السي ده بحدده طبقا للشاف ديامتر ونوع البيرنج، يعني اخترت نوع بيرنج معين وعندي قطر الشافت، بفتح الكتالوج على الصفحه بتاعه هذا النوع من الكراسي، وتحت قطر الشافت هلاقي مجموعه من الكراسي. يعني مثلا يلاقي مثلا الكرسي مثلا نفترض دي بتاعتي بتاعت الشافت قطر الشافت مثلا 50 مللي، هلاقي عند 50 مللي في ديب جروف بول بيرنج مثلا في 4 أو 5 اوبشنز موجوده، خمس انواع موجوده ممكن استخدمها، كل واحد للتاني بيختلف في مقدرته على تحمل الحمل، واحد بيشيل حمل كبير واحد بيشيل حمل صغير. ده بيبان من ايه؟ من السبيسيفيك لود كارينج كاباسيتي اللي هي السي نوت بتبقى موجوده في الكتالوج، السي نوت او بيسموها الاستاتيك لود كارينج ايه كاباسيتي. دي هي الفاكتور المؤثر في هذا الايه الموضوع. وانا طبعا ضروري ان انا ايه اعرف قيمه الاساسي ان انا اجيب ايه السي نوت دي من الايه من الكتالوج، لان بعد كده هعمل منها الخطوه السادسه اللي هو ايه تحديد اللايف بتاع الكرسي من العلاقه ان اللايف بتساوي السي على البي نوت اس 3، حيث السي اللي هو السبيسيفيك لود كارينج كاباسيتي السبيسيفيك ستاتيك لود كارينج كاباسيتي، والبي نوت هو الايكوفلنت لود. ودي طبعا ايه البي نوت بنكون احنا حاسبينها، والسي نوت جبناها من الكتالوج، ممكن اجيب الايه اللايف او العمر بتاع الكرسي. الخطوة السابعة بحدد ما إذا كان الكرسي اللي أنا اخترته دون مظبوط أو السليكشن بتاعي صح أو غلط. من إيه؟ من إن أي كرسي لازم عمره لا يقل عن 4000 ساعة تحت أي وضع. يعني اللايف بتاعته اللي هو بتطلع بالكذا مليون ريفوليوشن دي بحولها إلى ساعات، بس المينيمم لايف لأي كرسي لازم عشان يبقى مناسب إن أنا أقدر أستخدمه لازم 4000 ساعة. ولكن
في فاكتور كمان، انا لما باجي اصمم كرسي ما بصممهوش عشان اشتغل، اصل ممكن كل 4000 ساعه دول هيقضيهم في سنه او في 6 شهور، مش معقول انا في سياره بتاعتي كل 6 شهور اغير كرسي موجود فيه. امال ايه؟ لا، ال 4000 ساعه ده دي بتحدد لي ان هذا الكرسي ممكن يشيل هذا الحامل اللي عليه بس هيعيش بيه 4000 ساعه، لكن انا بختار الكرسي بشرط ان هو مينيمم يقعد 5 سنين، مينيمم 5 سنين، من 5 ل10 سنين يبقى الكرسي بتاعي اختياري ايه؟ سليم او اختياري مناسب. يبقى ال 4000 ساعه بيقول لي ان الكرسي صح. بمعنى ايه صح؟ صح انه هيشيل الحمل، ممكن يشيل الحمل، ولكن هل الديورابيليتي بتاعته، العمر بتاعه، هل مناسب ولا غير مناسب؟ هنا بقى ايه؟ ده بيتوقف على سرعه دورانه، بيتوقف على انا شغاله كام شيفت في اليوم، اللي هي الشيفت احنا عارفين الشيفت اللي هي الورديه 8 ساعات مثلا، وهو يلف كام لفه في الساعه، في الدقيقه او في الثانيه، وهيشتغل كام يوم في السنه. هنا دي اللي بتحدد لي العمر بتاعه. وبالتالي يبقى انا عندي فاكتورين، اول حاجه كرسي مناسب لو كان عمره 4000 فيما فوق، دي اول حاجه. تاني حاجه ان الكرسي بتاعي دون لابد ان عمره يكون في حدود ايه؟ 5 سنين. والله لو كان 4000 ساعه وهيديني 5 سنين وقت زمن تشغيل ماشي، لكن 4000 ساعه وهيديني شهرين او 3 شهور زمن تشغيل سيرفيس لايف، طبعا ده ما ينفعش. وده ازاي؟ مثلا لو كان الكرسي مثلا هيشتغل في مكنه، المكنه هتشتغل 3 ورديات في اليوم، الورديه 8 ساعات يعني 24 ساعه، والسنه احنا بنحسبها في حدود 300 يوم، هبص الاقي ايه؟ ان ال 400 ساعه دول مش هيطلعوا اي حاجه. فهنا في الحاله دي ايه؟ ما ينفعش هذا الكرسي، لازم اختار كرسي تاني عشان يديني لايف اكبر، بشرط ان العمر لازم يوصل عندي كام؟ 5 سنين. وبالتالي ف السيرفيس لايف بتاع الكرسي بيتوقف على التلاته فاكتور اللي قدامنا دول، اللي هم اول حاجه النمبر اوف وركينج شيفتس بير داي، يعني عدد الورديات اللي المكنه اللي هركب فيها هذا الكرسي هتشتغلها، هل هتشتغل ورديه او اتنين او تلاته. تاني حاجه النمبر اوف وركينج دايز بير يير، عدد الايام الشغل في السنه، عاده بيبقوا 300 يوم. في بعض الاحوال، بعض الاحوال ممكن يكون هيشتغل بعض الصناعات الموسميه زي مثلا صناعه السكر، ببص الاقي الوقت ده بيقل، 300 يوم دول ممكن يبقى مثلا يبقوا 200 يوم. وفي بعض الحالات الخاصه برضو ممكن يكون الشغل 360 يوم في السنه، زي بعض المعدات اللي بتشتغل مثلا في صناعه الحديد والصلب، فبتبقى تشتغل ايه؟ 300 يوم، 360 يوم في السنه. وبالتالي يعني عايز اقول ايه؟ احنا عاده بنحسب على اساس ان هو يشتغل 300 يوم في السنه في الاستخدامات العاديه، ما لم تكن الحاله اللي قدامي حاله خاصه. في بعض المعدات اللي ما لهاش صفه الدوام في الاستخدام، بنبص نلاقي 300 يوم دول بيبقوا اقل من كده. والحاجه الاخيره او الفاكتور الاخير اللي هو سرعه العمود. وبالتالي فلو كرسي هيتحط على عمود، العمود ده هيلف 1000 لفه، غير كرسي هيتحط على عمود، العمود ده هيلف 500 لفه في الدقيقه. واضح ان هيلف 500 لفه في الدقيقه هيعيش عمر ضعف كرسي هيلف ايه؟ 1000 لفه في الدقيقه، لان في كل دقيقه هلاقي ايه؟ جزء 1000 لفه في النوع في كرسي منهم، او في الكرسي 1000 لفه من عمره هتروح، في حين لو هو بيزيد في 500 لفه يبقى كل دقيقة 500 لفة بس هم اللي هيروحوا، يعني كده عمره ايه؟ بيتضاعف. يعني عايز اقول ايه؟ هم دول التلاتة فاكتورز الرئيسية اللي بيلعبوا دور في تحديد اللايف باليرز، بالسنين، بالنسبة لكرسي الانتي فريكشن بيرينجز. هنشوف دلوقتي امثلة على ازاي ان انا احدد اللايف بتاع الكرسي. يعني مثلا لو كان عندي انا في كرسي اللايف بتاعته، في الاول لو كان عندي كرسي اللايف بتاعته طلعت من المعادله اللي هي ال تساوي c على ال b نوت اس 3، طلعت ب 80، معناها ان النمبر اوف ريفولوشن بتاعته 80 في 10 اس 6 ريفولوشن، يعني 80 مليون لفه. ولو كانت سرعه العمود اللي هو يلف ده 500 لفه، وهيشتغل 2 شيفت بير دي، يعني هيشتغل ورديتين في اليوم، والورديه بتاعتنا بتبقى 8 ساعات، معناه انه هيشتغل 16 ساعه في اليوم و300 يوم في السنه. الحل بتاعي هيبتدي بان انا اول حاجه هجيب اللايف، احول اللايف دي الى ساعات، هلاقي ان ايه؟ ال 80 مليون دي، يعني 80 مليون اقسمها على هو هيلف 500 لفه في الدقيقه، يقول لو قسمتها على 500 هيديني عدد الدقائق اللي هو هيشتغلها، ولكن لو قسمتها كمان على 60 هيديني عدد الساعات، وبالتالي يطلع 2666 ساعه. الرقم ده طبعا
الرقم يعتبر صغير لانه اقل من الربع من 4000. فمعنى كده ان هذا الكرسي او اللي انا اخترته ده هو اللي اللايف بتاعته طلعت ب 80 دهيا، هذا الكرسي غير مناسب لانه يشيل لي الحمل بتاعي، وبالتالي لازم ايه اغيره عن طريق ان انا استخدم كرسي اخر ليه سي اعلى، بشرط ان هو يديني ال اكتر من 80 علشان يديني لايف مناسبة. التمرين التاني اللي هتعرض له select bearing for the upper mounting of the given shaft which carries a pulley if the following data are given. يعني انا عايز اختار الكرسي العلوي للعمود اللي قدامي. العمود ده عمود رأسي، العمود الرأسي دون نلاحظ ان هو اهو اللي هما بالاحمر، العمود الرأسي فيه كرسيين اللي هما باينين عندي بالاحمر، كرسي فوق وكرسي تحت. الكرسي اللي فوق ده هو ده اللي احنا عايزين نصممه، ومديني المعلومات الاتيه، بيقول لي ان سرعه الشافت سبيد 300 RPM، الوزن بتاع البولي والشافت 1500 نيوتن. معنى كده ان وزن البولي والشافت هنا يعتبر كنورمال فورس، كنورمال فورس، فدول المفروض ايه لازم يكون في هنا ايه، معنى كده ان في حمل عندي ثرست لازم هيبقى ظاهر عندي ايه في كرسي من الكرسيين. ولكن طبقا للتثبيته اللي واضحه قدامي كده، واضح ان الكرسي الفوقاني هيشتغل هيشيل ريديال بس، لكن الكرسي التحتاني هو اللي هيشيل ريديال واكسيال او ريديال والثرست، وبالتالي يبقى تثبيت الكرسي اللي فوق هيبقى تثبيت فلوتد، بينما الكرسي التحتاني هيتثبت ايه فيكسد. البولي اللي عندي مطلعه لي حمل 5400 نيوتن ومش ثابتة على بعد 150 ملم من الكرسي الأعلى أو العلوي، و 300 ملم من الكرسي الإيه السفلي. حتى الحل بتاعي هو إيه اللي مثلا إن قطر العمود بتاعي 50 ملي، فلازم دلوقتي من الاتزان لازم أعرف الرياكشنز اللي هتبقى موجودة عندي. فلو عملت هنا اتزان هبص ألاقي هتنظهر لي قوتين، طبعا هستخدم الاتزان قوانين الاتزان للإكوليبريم إيكويشنز اللي هي سيجما فورس في الاتجاه اكس يساوي صفر وسيجما فورس في الاتجاه واي يساوي صفر، والعزوم عند اي نقطة في السيستم بتساوي برضو صفر. هبص لاقي يظهر لي ان هو ايه تو رياكشنز اللي هما زي اللي ظهروا قدامي دلوقتي دول، الفوقاني 3600 نيوتن والتحتاني 1800 نيوتن. بعد كده هو يبقى هلاحظ ان البيرنج ايه الفوقاني لودد باي ريديال لود فقط، بينما البيرنج بي لودد باي ريديال اند اكسيال لود. طيب الريديال لود بكام في اللي عند البيرنج بي ب 1800، والاكسيال بكام بال 1500 اللي هما ناتجه من ايه من الوزن الديد ويت بتاع الشافت والبولي اللي عليه. هبتدي دلوقتي عمليه التصميم. هفترض ان انا هستخدم ديب جروف بول بيرنج، فانا عندي قطر العمود بتاعي 50، هروح فاتح الكتالوج بتاعي على الديب جروف بول بيرنجز على اللي هو هذا النوع من الكراسي، وعند القطر شافت 50 هلاقي فيه مجموعه في حدود اربع انواع من اربع اوبشنز من الكراسي موجوده، هختار واحد منهم اللي هو 6210. هبص لي عند 6210 طبعا هنا طبقا للكتالوج اس كي اف، هلاقي ان السي نوت بتاعته ب 19600، وانا عارف طبعا ان الاكس بتاعتي اللي هو الفاكتور بتاعت اللود بتاعتي تبقى 6 من 10، وده من التيبل اللي احنا شفناها قبل كده. وهبتدي اعوض في المعادله بتاعت البي نوت تساوي في في اكس في اف ار زائد واي في اف اي، هيطلع لي من كده ان البي نوت بتساوي الفي بواحد، وبعدين الاكس بتاعتي بستة من عشرة، والاف ار بتترف 600. طبعا هنا ما عنديش اف اي لان انا بشتغل على كرسي ايه الكرسي الفوقاني ايه، مفيش اكسيال فورس، معناها ان الواي في الاف اي بتساوي صفر، هيديني ده ان البي نوت بتساوي 2160 نيوتن. انا عندي اللايف بتساوي السي على البي نوت اس 3، السي انا طلعتها ب 19600،
والبينوت ب 2160 يبقى ال بتساوي 19600 على 2160 كل ده اس 3 هيديني 747 مليون لفه. بمعنى كده ان اللايف هذا العمود هذا الكرسي ممكن يعيش هم هو 747 مليون لفه. هذه المليون 747 مليون لفه احولها الى ساعات ازاي؟ انا عندي 747 مليون يعني 747 في 10 اس 6 اقسمها على عدد اللفات اللي بيلفها كل دقيقه على 60 لان كل دقيقه في كل ساعه فيها 60 دقيقه هيديني عدد الساعات اللي بيشتغل هيديني 41500 ساعه. 41500 ساعه لو بصيت ل 41500 ساعه دول هلاقي ان انا عايز اشوفهم طب الكرسي ده هيعيش كام سنه. طيب ال 41500 ساعه لو انا اعتبرت ان هو هيشتغل ورديه واحده 8 ساعات في اليوم وهيشتغل 300 يوم في السنه معناها لو قسمته على 8 في 300 هيديني 17.3 سنه. يبقى اذا ايه عمر هذا الكرسي 17 سنه و3 من 10 يعني وتلت يعني تقريبا 17 سنه و4 شهور. طبعا معنى كده ايه 17 سنه يعتبر ايه كتير معناها كده ان انا ممكن لو انا في الامكانيه ان انا استخدم كرسي السي بتاعته اقل من كده هيكون افضل لان طبعا كل ما السي بتزيد كل ما تمن الكرسي نفسه بيزيد. واحنا طبعا عارفين الهندسه هي عمليه اقتصاد لازم ادخل الاقتصاد كعامل ايه في الحسبان. وبالتالي لو انا اخترت كرسي تاني بالسي بتاعته اقل من كده شويه احتمال هيديني بالتاكيد هيديني لايف اقل من الايه من ال 17 ل 18 وبالتالي يبقى انا ايه حققت ايه الناحيه الاقتصاديه كمان ولا ايه لان هذا الكرسي بهذه المواصفات يعتبر ايه نوت سيوتابل. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هختار كرسي تاني عند من نفس الصفحه عند نفس العمود اللي قطره 50 هلاقي في كرسي تاني اسمه 60 10 برضه ديب جروف وول بيرنج 60 10. هذا الكرسي ال 60 10 ده هلاقي ان السي بتاعته 13200 يعني اذا السي بتاعته اقل من التاني كان 19600 ده 13200 معناها ان ده بالتاكيد هيديني عمر ايه اقل شويه ده معناها هيديني اللايف بتاعتي هيبقى 13200 على 2160 كلها اس 3. ال 2160 ما اتغيرتش لان 2160 بتعتمد على الحمل الراديال لود وهو ما اتغيرش اللي هو كان افتكر اللي هو 3600 والاكس هي لان الاكس بتعتمد ان انا على نوع الكرسي وهو ديب جروف مثلا سنجل رو ما اتغيرش. يبقى اذا قيم والفي ما اتغيرتش لان برضو العمود هو نفس العمود العمود بيلف في بواحد. يبقى اذا اللي هيطلع لي بايه 228 مليون لفه. هذه ال 228 مليون لفه دي بتعادل لي بالساعات لو قسمتها على عشان خليها بالساعات على 300 لفه في الدقيقه على 60 هيديني 12679 ساعه اللي هي لو انا احولها الى سنين فهقسمها على 8 ساعات على اساس بيشتغل ورديه واحده في اليوم فهديني بالايام اللي هو 12679 ساعه. لو قسمتها على 8 ساعات كل يوم هيديني عدد الايام ولو قسمتها مره ثانيه على 300 يوم في السنه هيديني عدد السنين هيديني 5 سنين و28 من 100 وده اعتقد يبقى ايه عمر مناسب للكرسي ان هو يشتغل كام 5 سنين برضو تقريبا وتلت او 5 سنين وربع في حدود 5 سنين وايه وثلاث شهور. وبالتالي يبقى انا شغلي كله كان على كرسيين البيرنج 6210 و 6010 ال 6210 ده هنلاقي هبص في الكتالوج الاقي مواصفاته ايه هلاقي ان الاوتر ديامتر بتاعه 90 ملم والعرض بتاعه 20 في حين ال 6010 اللي هو الاخير ده اللي هو طلع انسب ليا ده ارتفاعه 80 ملم اللي هو القطر الخارجي بتاعه والعرض بتاعه ايه 16. وبكده يبقى انا اخترت الايه النوع الاخير اللي هو 6010 دون وكده يبقى انا حليت او اخترت الكرسي بتاعي بطريقه سليمه. احنا دلوقتي عرفنا ازاي ممكن نختار كرسي رومان بيلي. ولكن هل الكراسي رومان بيلي دي ليها ميزات؟ في الواقع هي لو احنا جينا نقارنها بالنوع الاخر من الكراسي اللي هو جورنال بيرنجز اللي هي الجلب يعني فنلاقي ان الانتي فريكشن بيرنجز اللي هي الرومانات البيلي ليها بعض الميزات. اول حاجه ان الويتس اوف انتي فريكشن بيرنج از ليس ذان ذات اوف ايكوفالنت جورنال بيرنج يعني انا جبت عندي حمل معين وعايز احط وعندي الاحتمال ان انا استخدمه عايز استخدم هنا اما جورنال بيرنج او رومانيت بيلي
هلاقي ان الرومانتل بيل هيبقى عرضها اصغر من الجورنال بيرنج، وبالتالي فده بيديني عمليه سبيس ليميتيشن. يعني في حاله السبيس ليميتيشن يكون عندي مشكله في الزنقه في الاماكن او المكان عندي ضيق، فانا المفروض استخدم ايه؟ انتي فريكشن بيرنج. دي الميزه الاولانيه. الميزه الثانيه الرينج اوف سبيدز از ليس ذان ذات اوف جورنال بيرنج. هل دي ميزه او عيب؟ ما اقدرش نقول لك ان ممكن اعتبرها خاصيه. رمانات البلي انا ما اقدرش استخدمها الا في مدى سرعات لغايه 3000 لفه في الدقيقه، في حين ان جورنال بيرنج ممكن استخدمها في مدى سرعات اكبر من كده، وبالعكس كل ما السرعه بتزيد كل ما كان افضليه ان انا استخدم جورنال بيرنج بيكون افضل. في الواقع هو في بعض رمانات البلي الخاصه اللي ممكن تشتغل لغايه 6000 لفه في الدقيقه، ولكن دي بتبقى سعرها يعني عالي جدا. لكن النوع اللي هو المتوفر في السوق اللي هو الحاجه العادية النورمال العادي اللي موجود في السوق ده بيبقى ليميتد لغاية 3000 لفة في الدقيقة، ممكن استخدمه بدون اي مشاكل. لكن لو زادت السرعة عن كده اللايف بتاعته بيحصل لها ايه؟ دروب جامد وسريع. الميزة التالتة ان الانتي فريكشن بيرنج بيديني انذار قبل ما يحصل فيلير، بيعمل عملية وورنج، يعني في وورنج افكت. يعني ايه؟ في الواقع ان رمانة البلي قبل ما بتيجي يحصل لها انهيار، الانهيار بيحصل فيها نتيجة ايه؟ احنا عارفين رمانة البلي عبارة عن جزء متحرك اللي هو الرولينج إليمنت بين الانر ريس والأوتر ريس، فبين الاثنين دول بيحصل احتكاك وتآكل، عشان كده بنحط هنا ايه في المنطقة دي شحم. لو لأي سبب الشحم ده دخل له أتربة، أو لأي سبب الشحم ده مش موجود، أو لأي سبب ما حصلش تزيد لهذه المنطقة، المعدلات دول بتزيد، أو بيحصل معدلات دول بتزيد بيحصل كليرنس اللي هو الخلوص اللي بين الكورة والريسز بيزيد، فبتدي البليه بتلق في مكانها، ونتيجه دورانها بتعمل صوت عالي نويز او يعني ضوضاء عاليه جدا. ف اما الانسان الشخص المسؤول الفني المسؤول عن الصيانه او العامل حتى اللي بيشغل واقف جنب المكنه دي بيقدر من الصوت على طول يعرف ان الكرسي اللي عنده هيبتدي يعني ايه يحصل له انهيار، ففي الحاله دي ممكن يوقف ويغيره. في حين هذا الكلام مش موجود بالنسبه للجورنال بيرنج. الجورنال بيرنج ممكن تلاقي المكنه شغاله وفي لحظه واحده يحصل انهيار دون اي انذار مسبق، وبالتالي تعتبر ميزه بالنسبه للايه لرمانات البلي ان هي بتديني انذار مسبق قبل ما يحصل الكومبليت فيلير. رابع حاجه من ضمن المزايا برضو بتاعه الانتي فريكشن بيرنج ان هي هاي اسمبلي اكيرسي، بيبقى في دقه في عمليه التركيب بتاعتها، لان احنا عارف ان الحلقه الداخليه بتاعتها بتشحط على العمود، فلازم يبقى في دقه عاليه. مفيش خلوصات، مفيش لقه، وبالتالي كل ما اكون انا عايز ماكينه بتشتغل بدقه، الدقه درجه الدقه فيها عاليه، فبستخدم فيها جورنال بستخدم فيها انتي فريكشن بيرنج، وما بقدرش ادخل فيها الجورنال ايه بيرنج. الحاجه الخامسه ان الانتي فريكشن بيرنجز دي كده كلها ممكن اجيب ممكن متوفر فيها اللي احنا بنسميه بري لابريكيتد بيرنجز، يعني كراسي سابقه التزييت. يعني سابقه الكراسي دي انا بزيتها وجاي لي من زيتها جاهزه، اللي هي الكراسي المقفوله من طرف او من طرفين اللي هي الزد والزد زد سيريز، اللي هي الكراسي اللي هي ليها شيلد من الجناب او مقفوله بسيل من الجناب وبيبقى جواها شحم، وبالتالي دي برضو ايه تعتبر صفه او ميزه من صفات الانتي فريكشن بيرنج. الحاجه السادسه ان الشركات المنتجه او المنتجين بيمدوا دايما السوق ب لنفس قطر العمود، ممكن يبقى فيه كذا اوبشن او كذا في سيريز، يعني مكونه من كذا سايز كذا حجم، يعني الاوبشنز بتبقى موجوده لنفس القطر لنفس نوع الكرسي متوفره باعداد كبيره، اقل ممكن بتبقى 3 وساعات توصل ل6 او 7 7 سايزز لنفس قطر الشافت الايه الواحد. وهذه مجموعه المزايا دي هي اللي بتميز الانتي فريكشن بيرنج عن الجورنال بيرنج. الحاجه اللي هنتكلم فيها بعد كده هي الاكسسوارز اللي احنا بنستخدمها في رمانات البلي، والصوره اللي قدامنا دي بتوضح لنا اهم الاكسسوارز المستخدمه، وهي السليفز المشقوقه اللي هي الجلب المشقوقه المقلوظه والورد والصواميل. الصواميل هي النص
اللي هي زي اللي واقفه قدام بالمواجهه قدامنا، والسليفز اللي هي في نوعين من السليفز هي موجودين قدامنا، والورد اللي هي ايه على ارضيه الايه الصوره. لو نبص للصوره اللي بعد كده دي عباره عن نشط مسقطين بتوعها او الورده. الورده بتبقى مسننه علشان الحروف بتاعتها دي ممكن اثنيها في الفتحات اللي موجوده في الصامولة. الصامولة هي قدامنا اهي، ونلاحظ ان فيها فتحات ايه من الخارج كده، الفتحات دي بتني فيها الايه الورده. الاحظ ان الصواميل والنطس والحاجات الخاصه برمانات البلي ما بقدرش الاقيها في محلات العاديه، ولكن دي بتتجاب مع رمانه البلي نفسها من عند الشركات المتخصصه في رمانات البلي، دي بتنتجها شركات رمانات البلي ايه نفسها. بعد كده في السليف ده، هو السليف والوشر ده، ادي سليف اهي. السليف ده بيبقى عباره عن جلبه سطحها الداخلي عدل، بيركب على العمود، والسطح الخارجي مسلوب، والجلبه دي بتبقى مشقوقه بشرط ان انا بركبها على العمود وبعد كده ببتدي الفف عليها الصاموله، فبتضغط عليها فبتخليها ماسكه في العمود. وعلى الجزء المسلوب ده بيركب رمانه البلي، وبزنق عليها بالورده والصاموله اللي باينين ايه عندي قدامي في الشكل اللي ايه اللي قدامي الحالي. كمان في من ضمن الحاجات اللي هي متواجده في السوق اللي هو البلامر بلوك، وده عباره عن تركيبه هاوسنج او كيسنج للرمانات البلي، بنستخدمها في بعض الايه الاستخدامات لما بيكون في يعني الاجزاء الميكانيكيه البسيطه يعني. والبلامر بلوك دي برضه متواجده لكراسي باقطار مختلفه ومتعدده، في منها النوع اللي هو ظهر لون ده اسمه هوريزونتال، ده على اساس ان العمود اللي بيركب فيه هوريزونتال، وفي نوع تاني بيبقى العمود بتاعه فيرتيكال زي اللي هو الواضح ده، وده بلامر بلوك ايه فيرتيكال. والفيرتيكال ده بيتركب فيه ازاي؟ يعني مثلا لو بصينا بيكون عندي مثلا ايه كتف راسي زي اللي قدامي ده كده، وعايز احط اركب فيها عمود، فاول حاجه بروح جاي حاطط الايه البلامر بلوك بيركب من ورا كده وفيه البليه بتاعته، وبيثبت بمسامير في القايم ده اللي عندي، وبعد كده بيجي العمود يركب في مكانه كده هو. من الناحيه الثانيه العمود ممكن يكون فيه ايه قايم تاني وفيه بلامر بلوك تاني، وبالتالي العمود ده ممكن ايه يتركب عليه اي حاجه اللي انا عايز استخدمها وايه ويعني ويشتغل بهذه الطريقه. الصورة برضو اللي ظهرت لي على الشمال دي برضو صورة بتوضح لي ان في نوع من البلامر بلوك بيثبت باربع مسامير، في نوع من ثلاث مسامير، ولكن الاثنين دول نوعين من انواع الفيرتيكال المستخدمين اللي هم بيثبتوا في الاتجاه الفيرتيكال. الاحظ حاجة، الاحظ ان النوع اللي هو الاولاني اللي فوق ده في اللوحة ده بالنسبة لي نهايه الاعمده لما يكون عمود في النهايه، لكن النوع اللي هو بثلاث ثقوب ده التقب فيه بيبقى مفتوح، يعني ممكن يكون ايه يكون هذا يكون العمود بتاعي طرفه يخرج من الكرسي ويظهر من الايه من الناحيه ايه الثانيه، يعني لو كان الكرسي ايه مستمر او العمود لو كان مستمر ممكن يستخدم فيه ايه هذا النوع من الايه من الكراسي. بالنسبه للعدة اللي بتستخدم في التركيب تركيب رمانة البلي، فأول حاجة الوشر رنش اللي قدامنا ده اللي بيستخدم في تركيب النط أو تركيب الصامولة بتاعة رمانة البلي. وبنلاحظ إن هو في سناب أو في حرف كده من جوه بيخش في الفتحات الموجودة في الصامولة ويلففها ويدخلها إيه في مكانها. بالإضافة لكده فيه الزرجينه ده هي اللي بيسموها دي اسمبل يونت، دي الزرجينه بتستخدم في خلع الرمانه البلي من مكانها، وما بنستخدمش طبعا هنا ايه الدق ولا الشاكوش عشان ما نبوظش رمانات البلي اذا كانت ايه لسه قابله للاستخدام. وعمليه تركيب رمانات البلي بتتم عن طريق البريس يونت دي اللي هي الجزء الاحمر ده بيبقى عباره عن قطعة عادة بتبقى من الكاوتش او المطاط، وبيدق عليها بشرط ان نضغط عليها اما بالبريس او يدق عليها، بس دي بتبقى كاوتش عشان يدخل الكرسي ايه في مكانه. والحاجات مثل استخدام هذه الحاجات بيبقى ضروري بالنسبة للرمانات البيبي علشان نضمن عدم التلف ليها قبل او اثناء التركيب، قبل استخدامه او اثناء الايه التركيب.